بسم الله الرحمن الرحيم. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يروي يقول: لما خلق الله آدم أبا البشر ونفخ فيه من روحي، التفت آدم إلى يمنة العرش فإذا في النور 5 أشباح سجدا ركعا. فآدم التفت قال رب العالمين، قال له: يا رب، أخلقت أحدا من طين قبلي؟ فالله عز وجل قال له: لا يا آدم. فقال: عاد من هؤلاء 5؟ فقال: هؤلاء 5 من ولدك، لولاهم لما خلقتك يا آدم. هؤلاء 5 شققت لهم 5 أسماء من أسمائي، ولولاهم ما خلقت الجنة ولا النار ولا العرش ولا الكرسي ولا السماء ولا الأرض ولا الملائكة ولا الجن ولا الإنس. فأنا المحمود وهذا محمد، فأنا العالي وهذا علي، فأنا الفاطر وهذه فاطمة، وأنا ذو الإحسان وهذا حسن، وأنا المحسن وهذا حسين. بعد ما عدد الأسماء قال: آليت بعزتي إنه لا يأتيني أحد بمثقال ذرة من خردل من بغض أحدهم. اللي يبغضهم ذرة واحدة، ذرة يبغض هؤلاء 5، أدخلته ناري ولا أبالي، أخليه بالنار وما أبالي من هذا الشيء، ما دامهم يبغضون أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. يا آدم، هؤلاء صفوتي من خلقي، بهم أنجي الناس، وبهم أهلك الناس. اللي يواليهم راح أنجي، اللي يواليهم ويعادي أعدائهم، واللي يعاديهم ويبغضهم راح أهلك. فإذا كان لك إلي حاجة، إذا كان عندك حاجة، اتوسل بهؤلاء 5. وبعده قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: نحن سفينة النجاة، من تعلق بها نجا، ومن حاد عنها شوي انحرف عنها هلك. فمن كان إلى الله عز وجل حاجة فليسأل منا أهل البيت، فليسأل منا أهل البيت، اللي عنده حاجة يجي يسألنا. العبرة من هذه القصة أنه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام هم الملجأ إلى الله، هم الدعاة. إذا عدنا شغلة الله دا يقول هذول اتمسك، دا يقول للنبي آدم اتمسك بهم، إذا عندك حاجة تعال توسل بهم. فإحنا ليش نجي نحرف الطريق؟ لا، بس نلتجئ إلى الله. نعم، هم هذول يدلون إلى الله عز وجل. فخلونا دائما نتمسك بولاية أمير المؤمنين.